الموصل أم الربيع عين شهدت كمية من السيول والأمطار والفيضانات الناجمة طبعا عن الأمطار الغزيرة التي ضربتها. تناقلت منصات التواصل الفيديوهات والصور حيث انتشر فيديو يظهر انهيار مجسر الخاصر الحجري بسبب الأمطار الكثيرة التي شهدتها مدينة الموصل. كما شاهدتم هذه الهدمة الموجودة في ذلك المجسم. مدينة الموصل طبعا هي مركز محافظة نينوى وتعتبر ثاني أكبر المدن العراقية من حيث السكان، حيث دعا النائب منصور المرعيد عن محافظ نينوى إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة وتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد في المدينة باستثناء الدوائر الخدمية التي وضعت في حالة انذار. لكن دعونا نعود بكم إلى الجسر الذي أظهرناه قبل قليل. تم افتتاح ذلك الجسر في شهر أبريل نيسان من العام الماضي الذي افتتحته وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة آن نافع أوسي ضمن مشروع طرقات الجسر العتيق بعد إعادة تأهيله وتعميره بكلفة تصل إلى 345 مليون دينار عراقي. قالت الأوسي حينها إن ذلك الجسر كان إنجاز، هذا الإنجاز يأتي استكمالا لإنجاز مشروع الجسر العتيق بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين لوزارة الإعمار الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا وبسباق مع الزمن من أجل إنجازه وفق المواصفات الفنية مطلوبة. تسببت السيول في محافظة نينوى بانهيار جسرين، أحدهما تم تشييده قبل أشهر قليلة وتنوعت التعليقات. هنا رياض الجادر يقول بسبب الفساد المجسر الحجري ما صار لسنة وانهار، لكن الله يا موصل والتي تدعو نفسها بملكة السريان تقول لو مشتغلين صح وشغلهم مضبوط ما كانت تكون هاي النتيجة. هنا رفاه تورد هذه ليست مجرد جسور لتقاطع شوارع، فهنا يؤخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الطبيعية وغير الطبيعية لتلافي حدوث مثل هذه الأضرار. فالخلل ليس بالمطر وإنما بعملية البناء أو التخريب. ثائر الصبع حاوي يدلي بدل وهو يقول بسبب هذا ما يقوله انهيار أغلب الجسور في الموصل بسبب سيول الأمطار، ورفق ذلك بهذه الصورة وعلى ما يبدو أنها لنفس الجسر، وترون مشاهدينا الكتلة الخرسانية الساقطة من هذا الجسر. لكن محافظ نينوى نوفل العاقوب يحمل المسؤولية لوزارة الإعمار ويقول إن وزارة الإعمار والإسكان مسؤولة عن انهيار جسر الخوصر الحجري فضلا عن سوء التخطيط لإنشاء مجسر السويس الذي انهار مع هو الآخر جراء السيول. مشاهدينا عن هذا الموضوع معنا من الموصل المسؤولة الميدانية في مؤسسة عين الموصل تهاني صالح. مرحبا بك سيدة تهاني. هل هناك خلل فعلي في البنية التحتية لهذين المجسرين أم كمية الأمطار التي جاءت يعني كانت أثقل من تحمل الجسر لها؟ أهلا بكم. السؤال يحتاج إجابة طويلة جدا. من الصعب أنه نتكلم عن أمور يعني صعب جدا أنه مثلا أتكلم عن أنه سيول أو كذا وهي أصلا التخطيط كان خطأ. مدينة الموصل حاليا تعاني من انعدام بالتخطيط بشكل كامل. يعني إذا شخص راد أو مؤسسة رادت تبني أي مكان فهي مباشرة تخضع المضايقات، تخضع الكثير أمور من قبل من المضايقات؟ الشارع الموصلي يعرفها. المضايقات ممكن أنه نسأل الحكومة المحلية، ممكن أنه نسأل الحكومة المركزية عنها. يعني بكل بساطة الموضوع أنه إذا رجعنا للبنى التحتية الخاصة بمدينة الموصل اللي هي الجسور أبسط شيء. مثلا جسر الخوصر أو مجسر الخوصر اللي هو مع أو جسر يؤدي إلى الجسر العتيق، هذا الجسر لما نبنى كثير فرحنا به لأن كان مطابق للمواصفات اللي كان سابقا هذا الجسر يعني موجود هذا الجسر بنفس المواصفات. بعدها في أول جولة مطرية خلال مطر 24 ساعة متواصلة انهار المسند اللي يربط القناطر ببعضها. طيب يعني أنت يعني الموصل ربما نفضت غبار يعني داعش والعمليات العسكرية، وهناك حديث واسع وكبير من قبل الحكومة عن إعادة البنى التحتية، عن التعمير إلى ذلك. إلى أي مدى هذا الجسر الذي انثلم في أول يعني هزة مطر أو زخة مطر يعكس الحالة الحقيقية للموصل، وما الذي يمكن أن يفعل تجاه ذلك؟ لهذا
أها، لهذا أنا أريد أتكلم. يعني تخيلي عن أي عمار نتحدث وإحنا الجسر بسيط أو مجسر، المسؤولين أو الحكومة المحلية أو حتى المركزية ما قدرتها أنه تبني ضمن مواصفات معينة. فتخيلي كيف راح يكون حملة الإعمار اللي دائما نسمع أكو دعوة إلها، قريبا حملة إعمار بالموصل وقريبا، ولحد الآن مدينة الموصل تعاني من فجوة كبيرة جدا، فجوة ما بعد الحرب، بعدها إذا تجين للجانب الأيمن منعدمة تماما البنى التحتية به، إذا تجين للجانب الأيسر فهو يحتاج كثير أمور. هذه الأمور أو هذه التصريحات اللي نسمعها حول الإعمار. تهاني يبدو أن الموصل تحتاج إلى عين فاحصة. أنت مسؤولة في عين الموصل، أشكرك جزيل الشكر على يعني وجودك معنا، ومعذرة على مقاطعتك، برنامجنا قصير ولكن سعيدين بوجودك معنا.